بوصل 29 حلقة من مش انت كانوا كافيين لنرسم صورة أولية عن مجتمعنا اللبناني وطريقة تفكيره. مجتمع بعده محافظ على الحد الأدنى من القيم، وبعضهم العاطفة والإنسانية بيتغلبوا على ردود أفعاله. 29 حلقة فيهم بكينا سوا، ضحكنا، حسينا مع الآخر، كرمنا الكبير وانتفضنا على الظالم. اليوم وصلنا للحلقة الأخيرة من هالموسم، واللي رح نشوفه بعد دقايق بيتخطى التوقع والمعقول. حلقة ليلة خاصة وما بتشبه اللي شفناه بحلقاتنا الماضية. عن شو عم بحكي؟ تعرفوا بعد لحظات. هين كتير التنظير بشكل عام، وهين كتير المفاخرة بالقيم والأخلاق والتمسك بالمبادئ، كله حكي. ويمكن هالحكي منحكيه على طول تنرسم الصورة اللي نحنا منحب نكونها، ويمكن بأغلب الأوقات ما بتكون صورتنا الحقيقية، إلا يمكن مش أكيد، ويمكن لا. ما في شي بأكد إلا لما الشخص بينحط بموقف بتكون فيه حياته مهددة، ساعتها خليه يثبت إذا بضل محافظ على مبادئه وأخلاقه وإنسانيته. احضروا هالاختبار لتعرفوا عن شو عم بحكي. من كم سنة أجرى دانن براون ببرنامجه واحد من أكبر الاختبارات النفسية وعلى مدى أكثر من حلقة. الهدف كان اختبار ردة فعل الإنسان بموقف كتير حرج من حياته، موقف قريب من الموت. براون اللي اختار لحلقاته عنوان أبوكاليبس توصل يقنع ضحيته أو الشخص اللي عم يخضع لتجربته أنه نهاية العالم صارت. اختار شاب عمره 21 سنة، أناني، متكل، مادي، كسول وغير مسؤول، وبكتير من الاحترافية والمؤثرات الإخراجية والخدع النفسية جرب يهمه أنه خسر كل شيء بهالحياة بهدف واحد أساسي، وهو يخليه يقدر اللي عنده ويفهم قيمة عائلته وأصحابه والحياة. ما رح نفوت كتير بتفاصيل الاختبار الأجنبي يلي عمله دانن براون بتقنيات عالية ومبالغ هائلة، قررنا نحن بمش انت ننفذه بمعاييرنا الخاصة. غيرنا السيناريو بس هدفنا بعده ذاته، نختبر تصرف الإنسان بموقف حرج في حياة أو موت. حطينا شخص واحد بأربع مواقف حرجة بوقت ما بيتعدى النص ساعة، وهالمراحل بتختبر الإنسان تحت تهديد السلاح واستعداده للتضحية بالمال، التضحية بالحرية، اعطيناك دين غير دينه، والتضحية بذاته. لمين؟ جورج حلمان. باسمك أو باسمي؟ باسمي. روبير يعقوب هو ضحيتنا. اللي حيعمل شيء حيشوف شيء ما حيعجبه. كل شيء بتسحبوه هلا. ناجي وأحمد هن الممثلين الأساسيين بالاختبار، وكل باقي الناس اللي رح تشوفوهم بتجربتنا على مدى هالحلقة هن ممثلين وعارفين كل الحقيقة، وعلى هالأساس عم بيتصرفوا. قبل ما نبلش خليني اشرح كم نقطة، ويمكن تستغربوا اللي رح تسمعوه مني هلأ، بس خلال الحلقة رح تتوضح الصورة ورح تفهموا ليه عم خبركم هالتفاصيل. الاختبار عم بيتصور بمنطقة مسيحية، والشاب اللي اخترناه يكون ضحيتنا يعني روبير يعقوب هو شخص مسيحي من الأشرفية، بيشتغل موظف بمكتب تاكسي، والمعروف عنه أنه أمين كتير ومخلص لشغله وللناس اللي حواليه. وحتى نستدرجه لتجربتنا، أوهمناه أنه في زبون بده يبعث معه مبلغ $1,000 على مكتب للتسليف بأنطلياس حق كمبيالة معينة. بيوصل روبير على مكتب التسليف يلي مفروض يكون مخزن مصاري، وقبل ما يدفع مبلغ $1,000 بيفوتوا ناجي وأحمد بدور سجناء إسلاميين هربانين من سجن رومي، وجايين يخطفوا أشخاص ويسطوا على المحل لأهداف معينة منعرفها خلال الحلقة. وكمان هون بهمنا وضح شغلي، اختبارنا ابدا مش موجه ضد الاسلام والاسلاميين بالذات، ونحن اخترنا الخاطفين من ديانه معينه لانه ضحيتنا من ديانه اخرى، وما كان في شيء بيمنع انه السيناريو ذاته يتنفذ بالعكس. اهلا مسيو. فات روبير على المكتب وبلش باجراءات الدفع، وبعد كم دقيقه فاتوا الشباب. شكت فيهم الموظفه
سوري فيني ساعدكم؟ ظهر توني بدور مدير المكتب ليتفاوض معه. هلا تفضل. مين هلا؟ شبكوا معه. يلا ورا. عبد الله. وبلحظة أعلنوا احتلالهم للمكتب وسيطرتهم على كل اللي فيه. حالات من الانهيار عم بفرجوها ممثلين بوقت روبير بعده محافظ على أعصابه. ما تنسوا نحن عم نخلي روبير يخضع لأربع أنواع من التجارب، وأولا اللي رح تشوفوه هلا. عشر دقايق بخلص شغلتنا من فين هيعمل شيء، هشوف شيء ما هيعجبه. سامعين؟ توني بليز توني ما بقى. الخطفين جابوا كيس وجبروا الموجودين يحطوا فيه كل اللي معهم من أغراض ومصاري وتليفونات، وبمن فيهم روبير يلي إذا بتتذكروا منيح معه $1,000 عطيني إياها وأوهمناه إنه لزبون جاي يدفع له كمبيالته. لحظة واتي يا الله. من بعدها أعلنوا أنهم أخذوا الطفل الموجود رهين بين إيديهم ليجبروا الكل يحطوا بالكيس كل مصريات. فين البنات؟ فين البنت؟ عملك أنا؟ ملكة ليكو ليكو، إذا ما طلعوا كل شي فيه مصاري هلا حقتلوا البنت. المسلحين طلبهم واضح، بدهم كل التليفونات والمصاري بالكيس، وقال الطفلة هي اللي رح تدفع الثمن. ألف طلع المصاري. يلا اختبارنا الأول، هل روبير فعلا رح يضحي بكل شي معه حتى بالـ1,000 دولار يلي أساسا منا لقله، أو معقول خاطر بحياة الطفلة؟ الجواب بعد الفاصل. رجعنا معكم باختبار عم نعمله بمكتب للتسليف، وضحيتنا روبير موظف بمكتب تاكسي، واستدرجناه على التجربة بالاتفاق مع إدارة شغله بحجة انه جاي يدفع سند لشخص ما بيعرفه بقيمة $1,000. وقبل البريك كنا وصلنا لنقطة فاصلة بموقف روبير تحت تهديد سلاح ناجي وأحمد، وكان على أساس حط محفظته بالكيس، بس هل محفظته هي كل شي بيملكه من مصاري؟ الخاطفين قرروا ينبشوه. شو عامل فيك؟ افتكرت تعطيتهم للبنت، شو بدك بأمرك؟ افتكرت تعطيتهم. بجيبة ضحيتنا التقى مبلغ الـ1,000 دولار. ليش روبير ما ضحى بكل شي معه مع انه كان في حياة طفل صغير بالدق؟ روبير عطى المسلحين جواب، بس تبريره الكامل نسمعه بنهاية حلقتنا. لمين قول؟ جاي ادفعهم عن حدا. انا ما قلتلك بطلع المصاري. جاي ادفعهم عن افتكرت دفعكم للبنت. ادفع كل شي. ولأنه روبير ما كان متعاون من الأول مع المسلحين، قرروا يقاصصوا كل الموجودين ويحتجزوهم بغرفة واحدة. الختيار منهار كتير. فعليا الكل منهار كتير. هلا عبر شيء اللي ما معك مصاري ايه؟ المسلحين طلعوا طوني على الطابق الأول حتى يجيب مصريات الخزنة، وهن بقيوا تحت. كل شيء بس هو أخذ المدير هلا.
باقي الكل محجوز بالاوضه. روبير بيترجى احمد يظهره لانه معه سكري. يا حي ولا لفر بالوقت ذاته هالست بتقول لاحمد انه بنتها مريضه. ولا لفر. وكمان باللحظه ذاتها الاختيار شبه ميت. الستات عم بيستنجدوا بروبير. رجع توني ما معه كود الخزنة. أنا هدفي بس الخزنة وبس. إذا حتروح هياخد اللي بدي إياه من فيلم. إذا حتضلوا هيك حتشوفوا شيء معي تشوفوا ما عليه عجبكم. هديل البال. لا معي تليفون ولا تحكي ولا تحكي. حبيبي ما بتسمع نفس بالباص خلصوا. ما بدي بس مع صوت. مفتاح معي. الكود منو معي. لا. هذا كلكم. هذا كلكم. أصوات سيارات الشرطة بلشت تنسمع بالشارع اللي عم نصور فيه، وطبعاً هي ساوند افكتس نحن حطيناها. ألو. بهالوقت بيرن التليفون حد ناجي. لا لا. شو بدك؟ أنا المسؤول هون على العملية كلها، شو بدك؟ اتصال من رجال الدرك، بلغوا ناجي إنه مطوقين المكان. آخر همي أنا على رومي ما بعرف فوت أنا. عروني ما بقى فوت انا هلا بدي اخذ من الخزنه بفيل ولا بقتل لك الكل اللي هون هلا بتفلوا من هون ولا بقتلهم ما بدي فاوض عندي كثير اشخاص هون عندي كثير في اولاد في خطيره في من كل الاعمار ما بظهر حدا من هون كلهم ميتين اليوم ضهر اذا ما باخذ انا اللي بدي اياه وبفل ما بدكم حدا يتاذى بتحملوا حالكم وبتفلوا ظهر واحد بس ما بظهر غير واحد خدشني. بخلاصة حديثه مع الدرك قرر ناجي يطلق سراح شخص واحد بس. بس على الشرط إذا بشوف درك برا هون أو بشوف حدا هون كلني طاقت ولياس بدأت الكل. أنت دقيت للدرك؟ أنت دقيت للدرك؟ أنت دقيت. المسلحين اتهموا توني إنه هو المتصل بالدرك وبالغلط ضرب أحمد توني بالفرد وأصابه بوجهه إصابة كبيرة استدعت نقله بوقت لاحق للمستشفى. أنا هلا حظهر واحد. بهالوقت وصلنا لاختبارنا الثاني. وفلوا الدرك، انت اطلع. لا. قرروا المسلحين يفرجوا عن روبير مقابل انسحاب الدرك من الشارع. لحالك. بس الأم عم تترجاه يعطي مطرحه لبنتها الصغيرة. لحالك. حرية روبير تقدمت له على طبق من الفضة. بيقبلها وبيحط على ضميره ختيار منهار وطفلة مريضة. الأم عم تترجاه يظهر البنت. هل رح يضحي روبير بحريته تينقذ الطفلة المريضة؟ الجواب بعد الفاصل. لا لحالك. لا لحالك. قبل الفاصل كان المشهد بين الخاطفين والمخطوفين والعان، وشفنا وسمعنا الاتصال بين ناجي والشرطة وبول ناجي بإطلاق شخص واحد بس من المخطوفين. الاختيار وقع على روبير اللي بدنا نذكر انه هو الشخص الوحيد بين الموجودين اللي عم بيخضع لهالاختبار، وكل باقي الناس اللي بالمشهد هن ممثلين معنا. كمان كنا شفنا الخطفين كيف عطيوا روبير الاذن ليظهر، بس الام عم تترجاه يعطي محله لبنتها. روبير جرب يظهر البنت معه بس الخطفين رفضوا. شو رح يعملوا؟ تظهر البنت. الله يخليك. انت ظهر قلت لك. يلا انت ظهر. لا لحالك. لا لحالك. خلي لحالك. خليني بنتي. يلا خليني انا خلاص. وهيك بيكون روبير ضحى بحريته تيأمن حرية طفل صغيرة هو بيعتبرها أبدى منه، علما انه روبير كان قال انه مصاب بالسكري. خليني
روبير عم بيهتم بجرح طوني. قلن يرجع كلن. مشهد مكمل والخطفين عم بيصعدوا. الله ما بدهرهم من هون. ولما بلغوه انه ناويين يقتحموا المحل، ناجي سكر راسه وشال الحزام الناسف من الشنطه ولبسه. هيدي بدايه اختبارنا الثالث. ناجي رح يلعب دور الانسان اللي فقد عقله وما بقى شايف قدامه الا الخلاص بالدين. دينه هو. يلا كلكم بدكم تموتوا شهداء هلا معي. خلاص يلا خلاص. فات ناجي على المخطوفين وبلش يشهد، بس ما وقف هون. بده الكل يشهد معه. اشهد مان اشهد مان بدك تموت شهيد ولا؟ هل رح يشهد روبير بالاكراه لدين غير دينه؟ الجواب بعد الفاصل. رجعنا معكم بالجزء الأخير من هالحلقة. لهلأ شدنا على تضحيتين قدموا روبير، التضحية بالمال والتضحية بالحرية، لما فضل يظاهر مطرحه طفل صغير. طلبات المسلحين عم بتزيد وسقفه عم يعلى، وتحت ضغط السلاح كل شي ممكن حتى بموضوع الدين. اللي رح نشوفه هلأ ما بيعبر أبداً عن الإسلام الحقيقي، كونه لا إكراه في الدين. بس كيف روبير المسيحي من الأشرفية رح يتعامل مع مسلح عم بيطلب منه يؤدي الشهادة تحت تهديد سلاح؟ ضروري نرجع نذكر انه هالمشهد ما بيعبر عن الاسلام الحقيقي، ولكن ردة فعل روبير برهنت انه حتى بالمواقف الصعبة في اشخاص بيرفضوا يتخلوا عن دينهم. تعمل ذكر؟ بدك تعمل مضايق؟ الو فجر حالي هلا فيهم سامع؟ سامع ولا لا؟ ظهره مع ظهر حدا بقى، ظهرات ما مع ظهر حدا. يا زلمه عم ينزف يا خي، ما بدك تنزف مثله؟ بدك تنزف مثله؟ بدك تنزف بوزنك؟ شو بدك؟ ولا كلمه ما بدك تكون عزمه ولا كلمه حتى بس شو بدك؟ يا خي تسكت ولا كلمه، تسكت ولا كلمه. الو ما بدي طول بالي بشيء، ما بدي طول بالك. عندي هلا انا الشرطه بعد عم تتصل بالخاطفين. ما بقى في مهرب لناجي واحمد غير انهم يسلموا حالهم. وبعد ما طلعت سله المسلحين فاضي وفقدوا الامل من انهم يفضوا خزنه المكتب، قرر ناجي يقدم عرض لرجال الشرطه. انا هلا اذا بدي فل بدي اخذ معي رهيني من هون، السياره بتكون برا على الباب، باخذ معي واحد بس مسير بمنطقتي فلت لك اياه. بدك ما بدك اصطفل، هيدا اخر شي عندي. يلا اصطفل. بدي اخذ واحد معي رهيني، اختاروا من بعضكم اي واحد بده يروح معي رهيني. معكم دقيقتين. انا مسير رهين الشركه. انت بتتحمل مسؤوليه. ليك صار فيي يا مدام؟ انت لازم تعمل تدابير الناس، انت ما تحكمها. وهون بنكون وصلنا لاختبارنا الرابع. الرهين اللي رح يروح مع ناجي عم بعرض حياته لخطر الموت اذا المسلح فجر حزامه. هيدي هي التضحية القصوى والاخيرة. هل روبير رح يضحي بحاله كرمال المجموعة؟ ما بقى في عنا غير هالحل، هيدي اخر حل لانه فيها فاسورد طلع فوق. طبعا ناجي وبتعليمات منا ترك الخيار للرهائن ينقوا من بعضهم، وكل الممثلين عندهم تعليمات يرفضوا. هل روبير رح يضحي بنفسه؟ مين بده يروح؟ مين حيروح معي؟ مدير الشركة. بدك تطلع معي؟ لهلا ما حدا عم بيتجرأ يسلم حاله، حتى روبير اللي ما تردد لحظة يلبي كل الأوامر السابقة، هالمرة ما قدم يضحي بحاله. موقف روبير ما فاجأنا، بالعكس تضحياته السابقة مقدرة كتير،
ومواقفه بطولية، بس مش مجبور يضحي بذاته ويحط حياته بين ايدين مجانين، ومش غلط اذا رفض. خلص هلا نشوف، ما تقتلي هم. هو معور ما انا غيرك بليز، انا ما غيرك. وصل الموقف لحيط مسدود، ما حدا قبلان يضحي بحاله، بس روبير بمساعدة توني كان عنده حل تاني لإنهاء الأزمة. قلب روبير السحر على الساحر، وصاروا الخاطفين تحت رحمة المخطوفين. وهون اضطرينا نتدخل بعد ما ناجي كمان أكل نصيبه من الضرب وتأذت إيده، وكمان هالأمر استدعى نقله بعدين للمستشفى. بعد 30 دقيقة مش ممكن روبير ينساهم بحياته، وبعد ما راق واسترجع أنفاسه وقبل يحكي معنا، صار وقت يبررنا اللي عمله موقف موقف، ليش ما عطى بالأول المبلغ الكامل؟ شغلة معي إياها أمانة لحطها بمطرح مش لقلك، اعطوني مصرياتكم، اعطيتوا جزانة، اعطيتوا معي مصاري بجيبتي، اعطيتوا مصرياتي، هودي مش لقلك، يعني جاي ادفع كمبيالي لحدا، اخذ أجاري لأدفع كمبيالي، انه جايب $1000، انا جبت صدق الزلمة انه انا اخذوا مني $1000. ليش ضحى بحريته مقابل حرية البنت؟ انا عندي بنت، واذا بتخيلها بهيك موقف يمكن بيني وبين نفسي بقول يموتوا كل الموجودين وهي تظهر، وكل واحد عنده ولد هيك بيقول. جربت اظهر انا والبنت ما كان يقبل. يا خيي شو بدك اعمل لك؟ بظهر انا وياها، انا مريض وهي ما كان يقبل. انه بالاخر لا حول ولا، اعتبر انا بنتي، لا افضل تروح بنتي تكمل حياتها وانا اذا بده يصير لي شيء يصير لي. وهل فعلا نكر دينه؟ انا استشهدت معه بس ما قلت الجمله مزبوط. ما بعرف اذا انتم مصورين، انا صلبت ايدي على وجهي، ماني مضطر غير ديني كرمال حدا. ولا حدا مضطر يغير دينه كرمال حدا، لا كرمال الهاب ولا خطف ولا تفجير، ليش؟ كل انسان على دينه الله بيحاسبه، ما حدا بيحاسبه، ما حدا له يجبرني شو بدي اعمل بدينه. استشهدت قلت مثله، قلت مثله مسجله وقلت مثله، ما بعتبرها انا ما لح لا اخسر ديني ولا حدا رح يخسر دينه. التجربه اللي قمنا فيها بهالحلقه اكيد مثيره للجدل، وقبل ما البعض منكم ينهال علينا بالتعليقات السلبية، خلينا نوضح انه هدف تجربتنا وحتى برنامجنا بشكل عام منه أبدا المقالب، واللي عملناه هون ما كان هدفه إذلال روبير، ولهيك ما كانوا المسلحين عم بوجهوا غضبهم عليه بشكل حصري أو شخصي، ولكن الهدف كان نعيشوا حالة مقنعة لنشوف ردات فعله. وبالنهاية منحب نطمنكم انه روبير سمحنا ووافق على عرض هالحلقة. حلقتنا خلصت وموسمنا كمان. أنا من هلأ بحب لكم رمضان كريم، وإذا بدي عيدكم بلغة مش أنت، بتمنى لكم أنه هالشهر الفضيل يكون مليان إنسانية وتعاطف مع الآخر ورجوع للذات. تصبحوا على ألف خير.